برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني. احتفل المركز بتخريج الفوج السابع من طلبته للعام الدراسي 2022-2023، البالغ عددهم 149 خريجا من مختلف تخصصات التعليم التقني والمهني، حيث أناب سموه الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس أمناء المركز لحضور الحفلة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، الذي يعمل على الدفع بقدرات الشباب نحو آفاق جديدة في مجالي الصناعة والتكنولوجيا باعتبارهم قوة الإنتاج والمشروع الوطني لحظر النهضة الصناعية البحرينية ومستقبلها. كما هنأ سموه خريجي المركز على نجاحهم في مرحلة الثانوية العامة وتميزهم في التحصيل العلمي، مشيرا سموه إلى أهمية الاستعداد لخوض مراحل جديدة من العمل الوطني ومساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. من جانبه تقدم الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، نائب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، نائب راعي الحفل بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لرعايته ودعمه للتعليم في مملكة البحرين، مشيدا بمؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم سموه للمركز وتوجيهاته الحكيمة للارتقاء بمستوى المركز. وتقدم الدكتور السيد بخالص التهاني والتبريكات لطلبة المركز على وصولهم لهذه المرحلة من الإنجاز والتميز الأكاديمي، مشيرا إلى أن خريجي المركز هم نتاج ثقافة جديدة للتعليم الصناعي تنتقل بالصناعة من أنموذجها التقليدي إلى أنموذج متقدم يحتضن الابتكار والتمكين الرقمي، ليكون الشباب البحريني بمثابة علامة مضيئة في عصر الثورة الصناعية الرابعة ومتطلباتها. هي أجمل اللحظات، هي فرحة لا توصف، عاشها طلبة الفوج السابع من مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بتخرجهم من هذا الصرح التعليمي، ليتم تخرجهم وهم يرتدون زي التخرج للعام الدراسي 2022-2023، وينالون شهادة التفوق والنجاح لتبقى محفورة في الذاكرة. أبارك هذا التخرج من تخرج سيدي جلالة الملك لاهتمامه بالتدريب المهني، أبارك سمو ولي العهد لرؤيته في تخليد هذه المهنة، وإن شاء الله أبنائنا يكونون أعضاء مهمين في تحقيق رؤية البحرين في تقديم أفضل المهن والخدمات من أجل البحرين. تقدم بخالص الشكر والتقدير لسيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمامهم بأبنائهم الطلبة في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وعلى دعمهم لكافة الجهود المبذولة من قبل فريق عمل مركز ناصر في تهيئة الشباب وإعدادهم للإبداع والابتكار في مجال الصناعة والتكنولوجيا وزيارة تنافسيتهم في سوق العمل. اليوم نشهد حفل تخريج الفوج السابع من طلاب المركز وعددهم 149 طالب. سنعمل على مواصلة الجهود في تحويل المركز نحو مدينة علمية تقنية وفق التطلعات وطموحات القيادة. تأتي هذه اللحظة المهمة تتويجا لاجتهاد الخريجين في تحصيل العلم وسعيهم الحثيث في نيل المعرفة، فهذه اللحظة التي يعيشها الخريجون بكل تفاصيلها بفخر، ويلمحون مشاعر السعادة على وجوه أسرهم شاكرين دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهم خلال مسيرتهم التعليمية وما قدمه المركز من مساندة ودعم. سمو الشيخ ناصر ما قصر معنا من 3 سنوات يدعمنا ويوفر لنا كل سبل الروح اللي احنا محتاجينها في المركز. دكتور عبد الله النعيم هم بعد ما قصر معنا من ناحيه كلام تحفيزي، عسى ما صار ايفنت يون وسانادنا وعطانا الثقه ان احنا نوصل لهالمرحله. طبعا صرنا جواحي وقوف والدي ووالدتي معاي من البدايه،
واساتذتنا اللي وقفوا ويانا في اشد المواقف اللي ساعدونا ووقفونا وعلمونا. انتهت مسيره 12 سنه وبفضل مركز ناصر للتاهيل والتدريب المهني انا الحين عندي المهارات اني اواجه سوق العمل. الحمد لله 3 سنين تعب، تعبنا ما راح فاضي، ما راح الخالي، اجتهدنا ودرسنا والى ما وصلنا الى هذه المرحله. الخريجون اثنوا على الخبرات التي اكتسبوها طوال مرحلة دراستهم من خلال هذا الصرح التعليمي الذي وضعهم على الطريق الصحيح لخوض مرحلة جديدة في حياتهم ليكونوا جزءا مهما في المسيرة التنموية الشاملة. بعد سنوات من الجد والاجتهاد جاءت هذه اللحظة التي لطالما انتظرها الطلبة للحظة التخرج من مركز ناصر للتأهيل والتدريب ليبتدئوا مرحلة جديدة وهي رد الجميل لمملكة البحرين. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.